بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة من محافظة السويس وبالتحديد من سوق الانصاري بالاربعين. هيكون لنا لقاء مع الست الشقيانة اللي هي بتجري على اكل عيشها عشان تربي اولادها. نتعرف عليك يا حاجة، اسمك ايه؟ اسمه وفاء رجب. وفاء رجب، شهرتي ام نسمة. شهرتك ام نسمة، علي صوتك شوية قلنا بقى ام نسمة. ام نسمة، شهرتي ام نسمة. بتبيعي ايه يا ام نسمة؟ انت بتبيعي جرجير وخضره وباميه وملوخيه. ما تقولي لنا بقى كده، شاوري لنا على الحاجات اللي انت بتبيعيها دي. الحاجات اللي وادي الخضره وادي الملوخيه وادي الكوسه وادي تمام. بتجيبيهم منين يا حاج؟ اجيب الخضره من على المزلقان عند شارع السد، والباميه بجيبها من موقف الكبريت. موقف كبريت. عندك كام سنه يا حاج؟ عندي 60 سنه. 60 سنه ما شاء الله عليك، لسه صغيره يا حاج. صغيره ايه؟ متجوزه ولا ايه؟ لا مش متجوزه. ليه؟ لا اتجوز ليه، انا معايا فلوس العقد 6 عيال. اتجوز وانا معايا 6 عيال. يعني جوزك متوفي ولا مطلق؟ متوفي. متوفي. معاك قد ايه يا اولاد؟ خد يا ولد، معايا فلوس العقد ولدين واربع بنات. ولدين واربع بنات. متجوزه حد فيهم؟ متجوزه ثلاث بنات ومعايا لسه بنتي. اسمهم ايه بقى؟ معايا دنيا وسلمى. معايا نسمه. معايا ام عمر. معايا ام رودي. بتنزلي من امتى يا حاجه انت السوق؟ بنزل الساعه 4:30. لا لا، يعني بقالك قد ايه؟ كام سنه بتنزلي؟ 35 سنه في السوق ده. يعني من بقى من ساعة ما اتجوزتي ولا قبل ما تتجوزي؟ لا، كان معايا بنتي وملك جه وجيت. وملك هنا متجوزه معاها اربع عيال. تنزلي بقى من امتى؟ بتجيبي حاجتك امتى وتنزلي السوق؟ بنزل الصبح الساعة 4 الصبح. الساعة 4. 4 ونص. بتروحي الساعة كام؟ بروح الساعة 10 الساعة 9 بالليل؟ بالليل بتعيش. ده انت بتروحي بالليل متأخر بقى. ايه بروح بالليل. طب بتعملي حاجه تاني في البيت ولا؟ لا، معايا بسم الله ما شاء الله البيت بيعمل. واحده مشبوكه. خش بعد شهرين او ثلاث شهور ما ربنا يريد. معايا بنتي لسه عندها 16 سنه. طب في حد بيساعدك يا حاجه مثلا؟ يعني اهلي، زوجك، حد من اهلك كده؟ لا، بيساعدنا ربنا. بقول بيساعدني ربنا. يعني الظروف معاكي يعني كويسه يا حاجه، قادره تقدري تصرفي وتجوزي؟ لا، ربنا اللي بيعينه. واخد معاش 320 جنيه. معاش ايه بقى؟ تكافل؟ اجيب قد ايه يا ابويا؟ طيب الخضار يا حاج، انا بدفع 2000 جنيه في الحته الفجريه دي، بدفع 2000، وابني ده بيدفع 2000 جنيه. معاك ابنك شغال معاكي في السوق؟ يعتبر ابني برضك مربيه يعني. يعني انتوا بتدفعوا ارضيه عن المكان على المكان؟ 4000 جنيه بندفع. مأجرين الدكان، والدكان ما بيعملش بيها حاجه. بندفع 4000 والناس سايبيننا في حالها. الناس بتسيبنا برضك في حالها. طيب يا حاجه كلميني يعني عن حياتك. طبعا تعبانه والجو اللي انت شايفه وحش. وربنا اعلم احنا بنجيب ايه بتاع الناس ازاي ونبيعهم ازاي. طب الخضار يعني غالي ولا رخيص ولا انت شايفه يعني ايه؟ هو الخضار رخيص والجو كده، بس الجو تعبان مع الناس. كتر خير الناس، ربنا يعين على الناس على اللي هي فيه. ان شاء الله ربنا يعين الناس على اللي هي فيه، مش نقدر نقول اكتر من كده. انت ربنا، انت قد الدنيا كلها يا حاج. والله ربنا يحل الناس والناس على بعضيها، ويهدى علينا الجو وكده شغل. توجهي حاجه مثلا؟ عايزه توجهي كلمه مثلا لاولادك او لحد مثلا؟ انا عايزه ربنا يهدي عيالي ويهدي اللي عندي، عشان احنا معايا عيال، معايا ربنا يهديه. يعني هو الحمد لله انا بقدر عليهم، بدفع ايجار شقه وابقى دكان. انت ساكنه بالايجار يا حاجه؟ قاعده بالايجار.